اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره قبل الاخيره في حلقه اليوم، دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه ومن هو نجم المباراه. ما تقوليش نجم المباراه من الاول قبل، بس ما تقوليش، سيب نجم المباراه ده في الاخر، قول الارقام وسيب نجم المباراه. هنشوف برضو ايضا من سيكون نجم هذه المباراه، مش من وجهه نظرنا عموما، هي من وجهه نظر الارقام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبروك. في البدايه طبعا الله يبارك في حضرتك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. الفوز الخامس على التوالي في الدوري، يعني الفوز ده بيفكرني كده، يعني ان شاء الله ناخد مسيره ليفربول في الدوري الانجليزي باذن الله. هم بيكسبوا كده دايما، لما بتكسب على التوالي بيقلل من عزيمه المنافسين، يعني بكره لما الزمالك وبيراميدز بيلعبوا، مش عارف ليه انا حاسس ان رقم 2004 هيتكسر. ممكن يعني مش عارف، عندي ربنا يسهل ان شاء الله. ممكن طبعا ده الفوز الخامس على التوالي زي ما قلت لحضرتك، يعني ليفربول لما بيكسب بيقلل عزيمه السيتي، بيقلل عزيمه ليستر سيتي، نفس الكلام هنا في النادي الاهلي. لازم نفضل الاستمرار، الفوز المتتالي ده مهم جدا عشان تقلل عزيمه المنافس، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه، النهارده انت اقوى خط هجوم برصيد 17 هدف، احنا كنا قبل المباراه قلنا ان هو معدل 3.5، المعدل وصل دلوقتي 3.4 هدف في كل مباراه، معدل كويس جدا. النادي الاهلي اقوى خط دفاع في البطوله، دخلت شباكه هدف واحد بس، فكل الارقام دي مميزه جدا. صراحه عجبني جدا فايلر النهارده، يمكن لسببين. اول مره النادي الاهلي ما يسجلش في الشوط الاول من بدايه الدوري، دي رقم واحد. رقم اتنين، اول مره نقابل فريق بيلعب دفاع متقدم ويضغط، يعني بيلعب بيحضر الكره من تحت، بيلعب نفس اسلوبك نفس لعبك. فان انت الشوط الثاني تتفوق عليهم وتخلي المباراه في الشوط الثاني من جانب واحد ان انت تبقى 3-0 كنتيجه 3-0 ليك، اذا تحيه كبيره لفايلر على المباراه دي. يعني بصراحه اشاده كبيره بريني فايلر في المباراه دي، خاصه كمان زي ما قلت لحضرتك اول مره يتحط، هو دايما لعبه ان انت بتسجل في الشوط الاول، النهارده ما سجلش، فده كان اختبار ليه. الحاجه الثانيه ان انت كل الفرق اللي لعبت النادي الاهلي قبل كده بتلعب دفاع منطقه، النهارده اول مره فريق يلعبك بكره هجوميه. فلان كونه ان هو يكسب في الشوط الثاني 3-0 ده تحيه بصراحه لريني فايلر. برضه قبل المباراه يا كابتن اسلام اتكلمنا في نقاط ضعف وادي دجله على التراجع البدني في الشوط الثاني، قلنا ان هو دخل شباكهم 7 اهداف من 8 قبل المباراه دي في الشوط الثاني. النهارده النادي الاهلي بيسجل هذه ديت 9 اهداف من 10، النهارده 10، هم دخل فيهم 3، هيبقى على السبعه هيبقوا 10. ايوه ما انا بقول لك على 8 يبقوا 11، يبقى 10 من 11 في الشوط الثاني، 10 من 11 في الشوط الثاني. نعم. والحاجه الثانيه برضو اللي اتكلمنا فيها، قلنا الكرات العرضيه عندهم مشكله واضحه، النهارده الهدفين جايين من كرات عرضيه، فدي حاجه مهمه جدا. وعندهم برضو ثغره في الباك اليمين، رمضان النهارده قدر ان هو يستغلها، فدي نقاط مهمه جدا قدر ان هو يلعب عليها ريني فايلر. يمكن الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني عدم الاحتفاظ بالكوره، كنا بنشوف حسين الشحات بيحتفظ بالكوره، وليد سليمان بيحتفظ بالكوره كتير، لا عدم معدل الفقد بتاع الكوره قل، وبالتالي التحيه في ريني فايلر كمان على التغييرات. النهارده انت بتنزل احمد الشيخ بيسجل، بتنزل ازارو بيسجل، اذا التغييرات نموذجيه. نيجي يعني للعيبه، تقييم اللعيبه طبعا رمضان صبحي قدم مباراه كويسه جدا. هات لي من وسط الملعب، من تحت لفوق. لا من وسط الملعب. من وسط الملعب عمرو السولية، عمرو السولية بصراحه جندي مجهول. انا اللي هقول لك الاسماء وانت قول لي مين، عشان برضه ما نبقاش ماشي. عمرو السولية قدم يعني الجندي المجهول في المباراه. دايما في الفتره الاخيره طريقه لعب فايلر الناس يمكن مش حاسه قوي بدور عمرو السولية، طريقه لعب فايلر محتاجه ضغط عالي، يعني احنا بنضغط ضغط عالي على الفرقه المنافسه، وبالتالي انت بتلعب دفاع عالي على الفرقه المنافسه كده، فاي فريق يقدر ان هو يضربك بتمرير طولي، وبالتالي انت لازم يعني تستحوذ، طريقه لعب فايلر ان انت تستحوذ على الكوره اكتر فتره ممكنه، وبالتالي محتاجه ان الاثنين الارتكاز دول لازم يقطعوا الكوره بمنتهى السرعه. قدره على استعاده السكند بول، الكره الثانيه عمرو السوليه بيقوم بدور مهم جدا، يعني اصل في البعض قال لي ايه السكند بول او ايه الكره الثانيه؟ فعن ما اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت، الكره الثانيه هي الكره المرتده. اهم حاجه في كره القدم دلوقتي حاليا الحديثه، اهم حاجه في الكره الحديثه حاليا الكره الثانيه، عمرو السوليه بيقوم بالدور دي، يعني الكره المرتده من المدافعين او الكره المرتده من المنافس هو بيستعيدها عمرو السوليه بالظبط، ان انت تستعيد استحواذ على الكوره. واكثر خلينا نفهمها للناس، لو يفتكروا هي بدات اهميه الكره الثانيه اعتقد كانت في 2006 او 2007 2008 لما بدا بيب جوارديولا يطبق هذا النظام في برشلونه، اللي هو مطرح ما الكوره تتقطع منه لازم يخش ياخدها. صح،
وده الدور اللي بيعمله عمرو السولية. عمرو السولية سر نجاحه مع رينيه فايلر هو استعادته، هو طالب منه كده اقطع لي الكره الثانيه بسرعه عشان افضل مستحوذ وسلم. هو دور بقى جنبه قفشه بيديك عمليه الاستحواذ. يعني عمرو السولية لو استعرضنا ارقامه اتفضل، رقم واحد صنع هدف. هو طبعا بيلعب هولدنج ميدفيلدر، ولكن هو صنع هدف، شفناه بيشارك في الكوره يعني في الاسيست. كمان هو ثالث اكتر لاعب قطع الكوره 16 مره. اكتر لاعب استعاد الكوره الثانيه، نركز في الجمله دي مهمه قوي، 14 مره. ثالث اكتر لاعب عامل تمرير طولي من ورا، 7 تمريرات. نسبه دقه التمريرات القصيره 91.6، عدد العرضيات 1، حصل على خطأين وارتكب خطأ 1. فعمرو السولية دوره مهم جدا، بما ان احنا بنتكلم على لعيبه الوسط، قفشه الدور اللي جنبه، قفشه بيعمل لك يعني عمرو السولية قلنا استعاد السكند بول الكره الثانيه، اللي جنبه محمد مجدي قفشه بيديك عمليه الاستحواذ، عمليه التمريرات. محمد مجدي قفشه بسم الله ما شاء الله يعني بيديك عدد كبير جدا من التمريرات الطوليه، رهيب جدا، بيلعب على طول لقدام. أيوة. ده انا ما شفتش العدد ده يمكن من 3 سنين مثلا او من 4 سنين في النادي الاهلي، واحد يعمل 25 تمريره طوليه، 25 تمريره طوليه ما شفتهاش في رقم. يعني محمد مجدي قفشه النهارده عامل 20 تمريره طوليه، 12 منهم صح، رقم كبير جدا، لعيب بيلعب على طول لقدام. قفشه النهارده صنع اكتر لاعب صنع فرص، صنع 5 فرص، يمكن 5 فرص، وصل لعدد من الفرص النهارده ده الفرصه التاسعه ليه في الدوري، يعني بعد ما صنع 5 عدى علي معلول، بقى اكتر لاعب في النادي الاهلي صنع فرص، 9 فرص. اكتر من قام بتمريرات طوليه 20 تمريره، ده اللي انا بتكلم عليه، 20 تمريره طوليه، اللونج باص بتاعه الرؤيه لقدام مهمه جدا. نسبه دقه التمريرات الطوليه 60%. ايوه يعني 12 من 20 صح. عدد التمريرات القصيره 33، تاني اكتر لاعب عامل عرضيات طبعا عشان هو كان متخصص الضربات الركنيه، قطع الكوره 6 مرات، حصل على خطأين وارتكب خطأين. أيوه. يبقى اذا قلنا دور عمرو السولية استعاده الكره الثانيه السكند بول، دور قفشه. أيوه. بيديك عمليه الاستحواذ، وضو قفشه متالق في مركز 8. يعني بصراحه كنت مستغرب جدا في مركز 8 ان هو متالق كمان اكتر من 10. مستغربين حضرتك. بصراحه يعني تالق رهيب في المركز 8 دوت، ان هو كمان براعه فايلر في استخدام محمد مجدي قفشه في المركز ده. طيب خلينا نروح بقى لمحمد هاني ولمحمود وحيد. محمد هاني بصراحه مقدم مباراه كويسه جدا، خاصه على مستوى الدفاع. ارقامه هو يعتبر اكتر اثنين لعيبه قطع الكره في المباراه، محمد هاني ورامي ربيعه 17 مره، والاثنين برضو اكتر لعيبه عاملين تاكلينج صحيح، 3 تاكلينج، بيحضر الهجمه بشكل مميز من تحت، 8 تمرير طولي، كورته حلوه، ده عشان كده دايما فايلر بيحب يبدا بمحمد هاني في الدوري تحديدا. عدد التمريرات القصيره 24، صنع فرصه، محاولات على المرمى. اذا دور هجومي، دور دفاعي مميز جدا، ودور تحضير الهجمه مميز جدا، ولكن على المستوى العرضيات ما كانش قوي، يعني هو عمل 3 عرضيات بس، منهم 2 خطا وواحده صح. اذا تقييم محمد هاني مميز جدا على المستوى، في ظل الهجوم اللي او يعني الضغط اللي كان عليه من ناحيه الشمال من وادي دجله، من يعقوب ومحمد رضا واللاعب الاخر عبد الكبير الوادي. عبد الكبير الوادي اعتقد ان ده كان شيء جاي، يعني طبعا شيء جاي. قدم دور دفاعي مهم، انت بتتكلم في لعيب قطع اكتر لاعب قطع الكوره في المباراه هو ورامي ربيعه، اذا دور دفاعي مميز جدا. كمان على مستوى تحضير الهجمه تاني واحد اكتر لاعب عامل تمرير طولي بعد محمد مجدي قفشه، فبالتالي ده لعيب عنده الرؤيه، لعيب كورته حلوه، مميز قوي بالتاكلينج كمان، فعمل جيم دفاعي مميز جدا. محمود وحيد يمكن على مستوى المراوغات الناجحه عامل لعيب كورته حلوه برضه محمود وحيد، ولكن على مستوى العرضيات يمكن هو عمل 7 عرضيات، واحده بس منهم صح. مستوى الدور الدفاعي برضه كويس، ولكن محمود وحيد لسه جاي، لسه برضه بعيد، كان بعيد وبدا يرجع تدريجيا، برضه بيلعب عليه النهارده رفيق كاب ولاعيب سريع جدا. فيعتبر محمود وحيد كتقييم، طبعا محمد هاني يعتبر اعلى شويه لانه هو اكتر لاعب استخلص الكرات في التغطيه الدفاعيه. طيب. كان اكتر، ده بالنسبه للظاهرين. نروح لرامي ربيعه وايمن اشرف. رامي ربيعه بصراحه يعني يعتبر حاليا افضل مدافع في الدوري المصري، في اول 5 مباريات افضل مدافع في الدوري المصري رامي ربيعه، اكتر لاعب بيستخلص الكوره 17 مره النهارده، اكتر لاعب بيعمل تاكلينج صحيح، وكمان مدافع بدرجه صانع العاب. هو ميزه فايلر ليه دايما لما شفنا احمد فتحي بيحطه في كمساك، فايلر عايز المدافع يبقى صانع العاب، عايزه يبني الهجمه من ورا الاثنين اللي ورا دول. رامي ربيعه احسن واحد بيعملها، مميز جدا. رامي ربيعه مدافع متكامل بصراحه، في مدافع يبقى مثلا عنده القطع الكرات مش عالي قوي، ده ربيعه عنده الحته دي، عنده الالتحامات الهوائيه عاليه قوي، عنده البلوك عالي، عنده التمرير الطولي والتمرير القصير عالي، بيتفوق جدا في الاخطاء، يعني في ان هو بياخد اخطاء من المهاجم. فربيعه مدافع نموذجي، مدافع عصري،
لو كمل كده باذن الله ان شاء الله وابتعدت عنه الاصابات، اعتقد ان هو هيبقى افضل مدافع في مصر بكل تاكيد في نهايه الدوري باذن الله. ربيعه بيقدم يعني صنع فرصتين، مدافع النهارده رامي ربيعه صنع فرصتين، عدد التمريرات لو استعرضنا ارقامه عدد التمريرات الطوليه 7 تمريرات طوليه صح، منهم 7 صح يعني 7 تمريرات طوليه منهم 5 صح، وفاز باثنين التحام هوائي وصنع فرصتين. يعني تخيل حضرتك لما مدافع يصنع فرصتين ده بياكد طريقه اصلا لعب فايلر، ان انت عايز المدافع المفروض قلب دفاع، قلب الدفاع اللي هو المساك اللي هو قلب الدفاع، لازم عند فايلر قلب الدفاع بيلعب كصانع العاب كمان، بيحضر الهجمه من تحت وبيديك. هو عمل واحده نموذجيه في الشوط الاول لرمضان صبحي اللي عبد المنصف انقذها عملها واحده، هي دي ميزه رامي ربيعه. وذكاء رمضان في الجون ان هو غير، هنتكلم في الجون تاني مره تانيه. طيب دي حاجه مهمه جدا ربيعه. ايمن اشرف برضو بيقدم، ايمن اشرف بيقدم مباراه يعني مش وحشه. مش عايز الناس تظلم ايمن في حته ايه ان الكره مثلا لما بتتلعب من وراه بيبقى هو السبب، لا مش هو السبب. حتى فايلر في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال انا بدافع ككتله واحده وبهاجم ككتله واحده، ما تحملش لعيب. يعني مثلا الماتش اللي فات في الهلال السوداني لما الكره اتلعبت من ورا ربيعه يبقى مش ربيعه السبب، هو فكر المدرب بتاعنا كده ان انت هتلعب دفاع عالي عايز تضغط ضغط عالي، وبالتالي التمرير الطولي من ورا هو ريسكي. يعني ده دي طريقه هي هو عايز يستحوذ وعايز يلعب كره هجوميه، ودي الكره الحديثه زي ما هو بيقول. فانت ما تلومش مدافع في خطا، لا المدافع او الطريقه الدفاعيه ككتله واحده للفريق هي دي الفكره. بمناسبه كلامك هو التغيير الاول واحد كسبان 1-0 لو اي مدرب تاني كان عمل ايه؟ ما كان طلع وليد سليمان ونزل اليو ديانج الاول. لكن هو طلع وليد سليمان ونزل وليد ازارو اللي هو يدافع يعني يامن بقى عايز يامن. لا ده يعني بيهاجم اكتر. لو المدرب اللي هو الطبيعي يعني اللي هو اللي فكره مختلف يقول لك انا جبت جون وهامن، هجيب جون وامن مظبوط، وكده كده الكره تطلع قدام وبتاع ممكن نخطف جون تاني وخلاص. لا هو لا هو بيفكر تفكير عايز يطبق تفكيره من خلال اللي هي الكره الهجوميه، من خلال تغييراته اللي هي الكره الهجوميه. خلينا بقى نروح ل حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور اجاي. حسين الشحات نبدا بحسين الشحات. حسين الشحات يعتبر حسين الشحات مستو ان هو ممكن ما يكونش عامل مباراه حلوه بس مؤثر، يعني يديك يصنع اسيست يحرز هدف، دي ميزه حسين الشحات. حسين الشحات النهارده كان يعني هو كان واخد تعليمات بالعرضيات اكتر من الدخول للعمق، كان واضح اكتر لاعب عامل عرضيات 10 عرضيات بنسبه دقه 30%، قطع الكره 6 مرات، صنع هدف، محاولات على المرمى. يعني بص حضرتك على رقم محاولات على المرمى واحده بس وعامل 10 عرضيات، ده ياكد لك ان حسين الشحات ايه كان بيلعب كطرف، كان بيلعب مثلا اللي بره النهارده كان اللي مطلوب منه حاجه مختلفه عن حاجه مختلفه مثلا. مش اللي هو يدخل للعمق، مش يدخل للعمق، لا كان بيلعب على الطرف بيديك العرضيات اكتر. فده بالنسبه لحسين الشحات تقييمه طبعا بالنسبه لنا لعيب مؤثر، لعيب فعال، ممكن ما يكونش في حالته او ما يقدمش الاداء الكبير ولكن بيديك اسيست بيحرز لك هدف، دي حاجه جونيور مؤثره. جونيور جونيور اجاييه برضو النهارده كان يعني نوعا ما ضيع فرصه مهتره، راح على الجون محاولتين على المرمى بس، يعتبر هو كان قليل شويه النهارده فنيا حتى بالارقام، راح مرتين ما صنعش ولا فرصه، حتى كان اول يعني تاني تغييره لما خرجه ونزل ديانج. هو كان ليه دور معين ان هو بينزل دايما يسقط، شاغل نفسه ان هو دايما بينزل يسقط، هو دي تعليمات فايلر. خلينا نروح لوليد سليمان. وليد سليمان برضو اكتر لاعب راح على الجون، عمل محاولات 5 محاولات، هو كان نازل عنده عايز اسجل اتارجت عايز اسجل. وبعدين وليد سليمان برضو عشان الناس تكون واضحه، وليد سليمان دوره ان هو بيلعب كمهاجم تاني، هو عايز منه كده الراجل، مش عايز يلعب منه مش صانع العاب. يعني هو مش عايز منه دور الصانع العاب. انا اجاييه بيرحل، يعني لو بصينا حتى على الخريطه الحراريه هنلاقي ان اجاييه مرحل كده ناحيه الشمال، وليد سليمان دايما قاطع في العمق، يعني تحس ان الطريقه اصلا 4-4-2 بتحركات وليد سليمان في العمق، فعشان كده وليد سليمان دايما عايز يشوط. هي بانت 4-4-2 اكتر امتى؟ لما وليد ازارو نزل. ولو تدينا برضو ارقام وليد ازارو الحقيقه، لان انا شايف ان وليد ازارو النهارده قدم مباراه جيده. وليد ازارو عمل محاولات لما نزل اكتر من جونيور اجاييه، يعني جونيور اجاييه لعب مثلا 63 دقيقه عمل محاولتين، ازارو نزل الدقيقه 56 عمل 3 محاولات وسجل هدف، فده يعني مكسب كويس جدا لوليد ازارو. اللي عملها له حسين الشحات كانت جايبه جون حلو قوي، فده حاجه ممتازه جدا. تمام، خلينا بقى نروح لمحمد الشناوي. محمد الشناوي انا بقول دايما ان الحارس الكبير هو من يصنع الفارق لفريق. النهارده كان في كوره اللي هي الانفراد، كانت ممكن النتيجه تبقى 1-1
اتحولت الى 3-0 بفضل التصدي بتاع محمد الشناوي. محمد الشناوي كمان كنت كلمت في المباراه اللي فاتت قلت ان محمد الشناوي متغير مع فايلر، ان هو دوره بقى مختلف، هو بيلعب دور الليبرو. لا ما شاء الله الباس كمان بتاعه عجبني جدا، الفرصات اللي في تحضير الهجمه في تحضير الهجمه بيوديها عند حسين، بيوديها عند رمضان، مميز جدا. هو الشناوي طبعا هو الحارس الاول في مصر لو بصينا حتى على الارقام، بس دوره ان هو هو المنطقه بتاعته اللي هي في منطقه الجزاء دي كلها بتاعته، عشان كده بيطلع كتير من مرماه. يعني هو خرج من مرماه 5 مرات منهم 4 صح وواحده غلط اللي هي كانت الاخيره خالص. بس لا ده هو خاف، وخاف من الانذار الطرد. بس ده ياكد عشان كده ما حطش، انت عارف هو لو حط رجله بس ممكن تيجي في رجله لو حط رجله الكوره، والنتيجه 3 كمان، النتيجه 3 هو قال لك ايه يعني ما كانتش هتفرق كتير. بس ده ياكد ايه برضه، حتى لو هو خرج بصح او خطا ان هو بيلعب دور الليبرو طبعا. يعني هو خرج بشكل خطا بس خرج 4 قبلها صح، فده دور مهم من فايلر للشناوي. الشناوي الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات في حته ان هو بيلعب دور الليبرو. لو بصينا على ارقامه، خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 4، خروج خاطئ من المرمى لابعاد هجمه 1، اذا ده دور الليبرو. انقذ انفراد 1، بيستحق 1 من اعلى التقييمات. ليه؟ لان ده واحد اثر في نتيجه الماتش. أيوة. حول النتيجه من 1-1 ل 3-0. تصدي صحيح للتسديد مرتين، خروج صحيح على العرضيات مرتين، تمريرات طوليه 20، كم منها واحده صحيحه؟ التمريرات الطوليه 6 من 20. الكلين شيت رقم 4، اعلى حارس في الدوري دلوقتي كلين شيت طيب. بالنسبه لمعدل المباراه قبل ما اروح لرمضان صبحي، احمد الشيخ، احمد الشيخ بيسجل هدف من محاوله. واحمد الشيخ ده خلي بال حضرتك هو يعني سجل في الدوري، سجل في الكاس، سجل في دوري ابطال افريقيا، لعيب مؤثر، بينزل مركز ومسته في الفينش تمام، بيعرف يجيب جول. نروح بقى لرمضان صبحي. رمضان صبحي ما شاء الله قدر ان هو يستغل الجبهه اليمنى. بالمناسبه احمد الشيخ الهدف اللي سجله ده الهدف رقم 63 في شباك عبد المنصف من النادي الاهلي، اكتر حارس استقبل اهداف من النادي الاهلي في الدوري عبر التاريخ عبد المنصف، 63 هدف منهم 6 طبعا المباراه اللي هي بتاعت 6-1. ده برضه اكتر حارس استقبل اهداف من النادي الاهلي في الدوري برصيد 63 هدف. ماشي، نبص بقى على رمضان صبحي بسم الله ما شاء الله عمل مباراه يعني كويسه جدا. بتتكلم في لعيب اكتر لاعب 84 دقيقه، اكتر لاعب عمل مراوغات ناجحه، 7 مراوغات ناجحه، احرز هدف. ده الهدف اللي هو رقم كام لرمضان صبحي؟ الهدف رقم 4 في الدوري، في 4 اهداف. مش باك عبد المنصف برضه ولا في الدوري؟ لا في الدوري. بس هقول لحضرتك على حاجه بقى، ان هو رمضان ازاي اتطور على مستوى التهديف. تعال نستعرض ارقامه في عبر المواسم السابقه كلها. أيه. ونشوف هل هو وصل للاربع اهداف ده امتى. 2000 الموسم اللي فات رمضان لعب مع لاسارتي 18 مباراه مسجل هدفين بس. الموسم ده 4 اهداف في الدوري في 5 مباريات، وكمان منهم مباراه كان بديل يعني 5 مشاركات. 2018 في الدوري الانجليزي مسجلش غير ولا هدف، 2017 هدفين، 2017 2018 هدف واحد، يعني كل المواسم مسجلش فيها خالص اعلى من وصل لاربع اهداف. لغايه امتى؟ لغايه 2015 2016 سجل 5 اهداف و8 اسيست في 28 مشاركه. فده بيأكد تطور واضح جدا. يعني رمضان لو تمام. عاد لو كسر 5 هيبقى اعلى مواسم رمضان صبحي التهديفيه الموسم ده لو كسر الخمسه. من هو نجم هذه المباراه من وجهه نظر الارقام؟ هو رقم 1 طبعا فايلر، رقم 2 بالنسبه للعيبه رمضان صبحي رجل المباراه، يليه محمد الشناوي لانه اثر في نتيجه المباراه. إذا رمضان صبحي ومحمد الشناوي يستحق أن يكون أبطال هذه المباراة، رغم أن أنا شايف الحقيقة أن النادي الأهلي النهاردة بالكامل، ولكن بالفعل رمضان ومحمد الشناوي لهم دور كبير ومؤثر، أيضا وليد أزارو له دور كبير ومؤثر، أحمد الشيخ له دور كبير ومؤثر. الذكاء والتركيز في الوقت مهما كان، في الوقت اللي بتنزل فيه مهما كان قليل، هو ده اللي بيخليك دايما ناجح. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي في الماتشات الجايه يا رب ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن ايمن دجيش اهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه.